السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من ألف للياء. إلى كل طبعا المتابعين والمشاهدين وأي حد عنده أي سؤال، انتظروني إن شاء الله يوم الجمعة الساعة 6 مساء. إن شاء الله هيتم عمل بث مباشر لتلقي الأسئلة بتاعتكم. أي حد عنده أي سؤال أي استفسار ينتظرني يوم الجمعة الساعة 6 مساء. طبعا هحاول قدر المستطاع، هيكون كل أسبوع، ولو الوقت سمح هنخليها يومين في الأسبوع، مثلا 2 وجمعة أو 3 وجمعة، هنحاول قدر المستطاع على الأقل هيكون يوم واحد. بس حاليا اللي عاوزك اللي هو أكيد إن شاء الله الجمعة القادمة بإذن الله الساعة 6 مساء بس مباشر لمدة ساعة ساعة ونص على حسب الظروف. إن شاء الله أي حد عنده أي سؤال ينتظرني يوم الجمعة الساعة 6، وانتظرونا إن شاء الله في الفيديو القادم بإذن الله. في حاجات هنعملها جديدة إن شاء الله في القناة، انتظروها بإذن الله في الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم، ما تنساش طبعا الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.